الجميع شاف أنه كانت سيطرة يعني مطلقة لفريق شباب الريف مع خلق الفرص اللي ربما غاب علينا في المباريات الأخيرة، ولكن اليوم ربما قليل من الحظ كان ممكن أو كان يعني وارد أننا نأخذ 3 نقاط. فإحنا أسفين خصوصا بالنسبة للاعبين، هنا مجهود كبير قاموا به، كانوا يستاهلوا أنهم يفوزوا بالمباراة.